السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معدر جديد من سلسلة طريق الهدى. قبل ما ندخلوا نقول واحد القصة جميلة. كان واحد الناس عندهم واحد الخدمة، والخدمة زوينة ومربحة. المهم اللي مشى لواحد العمارة طويلة بزاف، فيها تقريبا شي 60 طاج، فلقاو السنسور خاسر، فقالوا اش غنديروا، نطلعوا ما نطلعوش؟ ليش؟ لان عندهم الماكينات كبار والعده كبيره وداكشي، فقالوا اش غنديروا، قالوا نطلعوا لان فيها فلوس. فالمهم طلعوا وصلوا 13.59. فقال لهم شوفوا، رحنا قربنا نوصلوا ولكن رحنا في العماره الغلط. تصور انك في العماره غلط، تصور انك في البلاصه اللي انت فيها غلط، تصور انك خدام في شركه وفي الشركه الغلط، تصور انك بحال دخلتي بحال قلتي بحال شربتي بحال دخلتي الجنه بحالك انت. يا حسرتا على ما فردت في جنب الله. عرفتي شكون اللي تقول هذه؟ هذوك اللي دخلوا الدنيا الغلط، من اللي خرجوا يا حسرتا على ما فردت في جنب الله. من الاشياء اللي ولات الان مشكله كبيره جدا هي مساله ديال الصلاه. يا حسرتا على ما فردت، يا ليتني صليت. بزاف هاد المسألة ولات عادية عند الناس، مسألة ديال الصلاة. ربما هو ما عارفيش شنو هي الصلاة، حنا ما كنلومهمش لأن هذاك الأسلوب ديال اللوم لا. ربما كذلك كنتم فمن الله عليكم، أما يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا، احنا مؤمنين نتواصى بيناتنا. ربما كذلك كنتم فمن الله عليكم. اشنو الاشكالات؟ ربما هو ما عارفش، علاش ما عارفش شنو هي المعنى ديالها؟ ربما ما عارفش، او ربما هو عارف ومتكاسل. ان احنا ما نظن ان مؤمن يعرف الصلاه ويعرف بانها كتقرب لله، ويعرف ان الصله بينه وبين الله، ويعرف انها المميزات ديالها، ويعرف بان الصلاه الى مصلحات الاعمال ويفرط فيها. ربما كاين اشياء ثانيه. فلماذا؟ تعالوا نعرفوا شنو هي الصلاه بعدا. اشنو هي الصلاه يعني؟ ما هي الصلاه؟ اول حاجه في الصلاه تعرفي لنا بان الصلاه هي اول معصيه دارت في السماء، واول معصيه دار الشيطان رمى صلى، وهذيك الصلاه اللي تامر بالسجود فقط تكريم الادم عليه الصلاه والسلام. تصور له امر بالصلاه لله، ها غريبه جدا، احنا تامرنا بالصلاه لله، فكل ما من لا يصلي فهو حاله بحال الشيطان. يعني تصور فين فيها خالدين يعني الشيطان. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل من اللي قبل ما يموت، الصلاة وما ملكت أيمانكم، القيمة ديالها الصلاة وما ملكت أيمانكم. طب هي فين تفرضات؟ ما هي في السماء الدنيا، في السماء السابعة. السماء السابعة وكانت 50 وتنقصات الخمسة، وهي بقى في الأجر 50. والأنبياء كلهم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وكان يأمر أهله بالصلاة، جدك إسماعيل عليه الصلاة والسلام. طب الصلاة اشني الصلاة يعني؟ الصلاة عندها قيمة كبيرة جدا، أن الصلاة اللي ما كيصليش راه الأعمال ديالو لا تقبل. أقل حاجة تقالت في الصلاة شنية؟ أقل حاجة تقالت في الصلاة هي أنه فاسق. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار وما كانوا يكسبون. هي من أول أشياء العذاب القبر. إلا ما تقبلات ما كتقبلت شي عمل، يعني لما تصلحات شي راه التعامل ما يكون صالح، راه تلقائي، راك تلقائي، ولكن كل مع العمل معزول ولكن هي تلقائي. راه هي اللي بينه وبين واحد لا يصلي، واحد لا يصلي مثلا الكافر الذي لا يصلي غير المؤمن، اشنو هو اللي بينه وبين؟ ربما هو الخلق ديالو احسن منه. ما يميزك عنه؟ الصلاة هي اللي كتكون عندك الصلة بينك وبين الله. ما اللي ما كيصليش ما عندوش دعاء، اي اللي ما كيصليش ما عندوش دعاء. راه هي ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. التفاسير اللي فيها منها الصلاة، ومن أعرض عن الصلاة فإن له معيشة ضنكا، ومن أعرض عن ذكري وتدخل فيها الصلاة فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. أقل ما قيل فيها فاسق يعني، أقل ما قيل فيها فاسق. طب اشني علاش انت ما كتصليش؟ ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. علاش ما كتصليش؟ يعني اشني هي الاسباب اللي ما كتصليش؟ معظم الاسباب اللي عتقول لي نقول لك اسباب غيرك ماشي اسبابك انت. با المجتمع، الدار، ما كنديرش العقل، كل شيء اسباب غيرك، اسباب انت. شنو الاسباب ديالك؟ علاش ما كتصليش؟ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. هذه الايه الجميل فيها جمعت فيها كل شيء. البليات من الاشياء، البليات اللي تنقول المخدرات وداك الشيء، من اهم، من اول الابواب اللي كتمنعك الصلاه، هي من اول الابواب اللي كتمنعك الصلاه. الصلاه في المرض، في المرض وكانت مفروضه في المرض وكديرها ولو حتى تؤمي بعينيك. طب اجي واحده اخرى الكبيره هذه في الجهاد، من اللي كانوا يحاربون في الجهاد في الغزوات، وكان في صلاة الخوف، وصلاة الخوف مشكلة، كتصليو بالسلاح وكتشوف الآخرين والنص واقف والنص من وراك، ومع ذلك من اللي سالوا صلاة وكانت هي ركعتين، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، جد ذكر الله. ومن بعد من اللي سالات فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. في الخوف وصليتيها وتنبهتي على الذكر، ومن اللي سالات فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يكلم اللي يرى الأعمى تسمع الأذان تأتي.
إذا نودي من الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. صلاة شنو الأسباب اللي كتمنع؟ أسباب غيرك، الأسباب ماشي ديالك أنت، الأسباب ديال غيرك أنت. الدعاء لا يقبل لما كيصليش، كعنده عيشة ضنكة ومن عرى عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. واللي بغى يلقى الله مؤمن يحافظ على الصلوات حيثما أمس في مقاته، واللي باغي الرزق خصو يصلي، واللي باغي الله خصو يصلي. يعني أنت ملي ما كتصليش ساد عليك ذاك الباب سديتي. يعني ما يكذبش عليك شي واحد يقولك اللي ما كيصليش، لا راه ما كانوش شتا كياكلوا معاهم، راه اقل ما قيل فاسق. شنو هي فاسق؟ ما كياكلوش معاهم، هذا اقل ما قيل هو فاسق. ما لا يزوج، مشكله الصلاه راه حظيره كبيره. تصور معاهم كتصليش، يعني تصور انت خدام في شي شركه مثلا وكما كتمشيش وغادي النار باغي تخلص، مشكله كبيره جدا. الصلاة عظيمة عظيمة جدا، الناس كتهاون فيها. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الأخوة كتبنى على الصلاة، عظيمة جدا. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا فإخوانكم في الدين. طب اللي ما كيصليش معك مشكلة، ماشي تاخوك، واو صاحبك يدور معاك يوم القيامة، يوم يفر المرء من أمه وأبيه، كتضرك على هذا. فإذا جاءت الساخط الكبرى، واو عظيمة جدا. الصلاة صعيبة، ويل للمصلين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. سقر، طب تسمع سقر ما هي؟ ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهذه اللي اخر الصلاه عن وقتها، ما بالك الذي لا يصلي. الشيطان ما صلاش من اول ذنب اللي دار اللي كتشبه به، عظيمه جدا. من لقي الله فقط وصلاه واحده مكتوبه فاتت بلا عذر، هذاك الشيء لقي الله وغضبان عليه. اول عمل نسال عليه الصلاه، الا ما تصلحات ما يمكن والو، ما كاينش عمل. اش كدير في الدنيا؟ هباء منثورا كالتي غزلت، كدير غزلها نقدا بعد غزلا بعد قوه انكاثا. يعني بحال لا داخل في الدنيا واخر، بحال طالع العمارة الغلط، طالع العمارة الغلط. فاعبدني واقم الصلاه لذكري، الصلاه كدار لله يعني. فاعبدني واقم الصلاه لذكري، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، واذا سالك عبادي عني فاني قريب. فانت اللي ما كتصليش ماذا تريد؟ فاعبدني واقم الصلاه. اللي ما كيصلي لا يصلي، راه حيد مساله ديال الدعاء، ما كايناش. اش كيدير؟ والو. اللي ما كيصليش، اللي ما كيصليش ما تامنوش على رزقك، ما تامنوش على مالك، ما تامنوش على مراتك، ما تامنوش على بنتك، ما تامنوش على مشكله كبيره جدا. ولكن حنا كنعطيوهم العذر، حنا ما كنقولوش، حنا نعطيهم العذر. ربما ما عارفش، ربما العجز، ربما الكسل، ربما تضرب عليها، ربما. لذلك حنا في السلسله، حنا في الدرس اليوم، حنا فرقت نقرب الافهام، بغينا انوع نفهموك اش كدير. راه من اول التغيير انك تشوف اش كدير. ملي كتشوف اش كدير كتعرف اش كدير، بعد ذلك تتغير. كيتغير، خاصك تشوف راسك اش كدير. داك العمل اللي كدير يا فلان راه ماشي صائب. واش حنا باغي تقع على هذا العمل؟ المؤمنون والمؤمنون بعضهم اولياء بعض، يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويطيعون الزكاه. ويطيعون الزكاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فعلاش علاش ما كتصليش يعني؟ حنا ماشي هنا باش نضحكوا عليك ونقولوا ما كتصليش ونقولوا لا لا فلان، حنا بغينا كنفيقوك. راه انت مؤمن بحالنا بحالك، راه الجنة راه واسعة، راه النار راه غارقة. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طب انت معلم الفحشاء والمنكر، ما كاين الصلاه راه ديما عندك الشيطان يتربص بك. قال الشيطان لابن ادم باطراف الخير كله، هما من اولياء الشياطين. هي من صفات المؤمنين اللي كيصلي، اللي ما كيصليش راه ماشي من صفات المؤمن. هي من صفات المنافقين، اللي ما كيصليوش هي من صفات المنافقين. في الجهاد تفردات، ارحنا بها يا بلال. الحلم عندك شي حاجه لا تقضى حوائجك، وكل ركم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني اللي ما عندوش اولاده مشكله. صلاة هم على إيمان وما ملكت أيمانكم. ولاو البيوت عندنا قبور، طبعا علاش ما كتصليش؟ لا شنو هو العلل؟ أتعطيني علل غيرك؟ ما كان العجز الكسل، راه ما باغي نصلي ولكن كنقطع باغي ندير. شوف علاش ما كتصليش لحاجة وحدة؟ ربما ما كتظنش أنك غتموت، وربما ما عارفش هذاك الشيء اللي كدير ما عارفوش، حيت أنت لا كنتي نايض مع الصباح وغتخدم، غتنوض بكري وغتمشي للخدمة، عارف إلا ما خدمتيش ما غتخلص، وعارف إلا ما كلتيش غتموت، وعارف إلا ما نعستيش ما ترتاحش. عارف هادشي كامل، وعارف الا درتي هاد المشاكل عاد تمشي للسجن، وعارف الا درتي هادي حيت عارف. ملي كتجي الصلاه ربما انت ما عارف العواقب ديالها، ربما تعرف ان ما عارفش العواقب ديالها. تعال نحيدو من هنا، نقولوا تعال نحيدو شويه من هنا، ندخلوا بعض الاشياء ديال القبر في البرزخ. تعال خليك معايا، حنا نشوفوها نشوف بعض العذاب ديال البرزخ مثلا. في البرزخ يعني بعض العذاب ديال القبر، كاين رجل كيتشاد عليه حجره كبيره مثلا كيتضرب بها، الرسول اللي شاف حديث سموره كيتضرب بها. وملي الراس ديالو كيتشتت كيمشي كتجاب الحجر عاوتاني وكيضرب بها عاوتاني. مالو هذا؟ هذا كان القران ما كيديرش به، وكان كينعس على الصلاه المكتوبه.
هذاك ينعس على الصلاة مكتوب، تدري ما زعما باقي وما أدراك لما كيصلي. طب تعال نشوف هذاك اللي كان كيسبح في نهر في الدم، هذا في نهر في الدم كيسبح فيه، تصور عندك نهر عامر دم وكتعوم فيه، وملي تجوع كتكال حجره كيلقمك حجر تاهو عامر دم وخبت وخبال، شنو كان يدير؟ كان ياكل الربا. تصور، والصلاة هذه الربا ماشي من الفروض، الصلاة راه من الفروض، يا فلان الصلاة فردات، مازال الربا الصلاة فردات. تعال مازال باغي مازال، كاين راجل كيتقطع كان عنده بحرفتي المنجل اللي كيكون في البوادي كنديروه، كيتحط ليه في الجهة اليمنى في فمو، الجهة اليسرى كيتقطع ليه حتى الجهة اليسرى، وملي كتسالي كيرجع كيكون برا كيرجع ليه حتى الجهة اليسرى، كيتقطع من جهة لجهة، شكون هما هادو؟ هادوك شنو هما؟ هادوك الكذابين واللي كيرووا الإشاعات. او هذا بقى على اللي ما كيصليش، هذا الكذاب اللي كيرول وشعت، وما ادراك اللي ما كيصليش، هذا في القبر راه باقي ما دزناش، وانت ملي كطلع الروح، الروح ملي كتم طالع اللي ما كيصليش، يا ويلتاه راه مشكله الروح ملي كطلع من اللي ما كيصليش، راه ما ساهلاش. طب تعال نشوفوا الاخر، طب هذوك اللي كيكون بحال احنا نقولوا فران، فران بحال التنور كاين في العربيه، كاين من الفوق مضيق ومن تحت واسع، كيتعال عليهم النار كيتموا غادي بحال ينقزوا يطلعوا، ملي كتبرد كيرجعوا عاوتاني، هذوك شنو هما الزنات؟ وهذا ما كيصليش، والزينه ماشي الصلاه. طب اللي ما كيصليش، اللي ما كيصليش، وسوقوا ماء حميم فقطع معاهم، شكون هما هذو الكافرين؟ لا ماشي احنا، هو من عرض عندك فان لو معيشه تنضنك، اتعرف ما معنى سوقوا ماء حميم فقطع معاهم؟ شربوا ماء سخون 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 وشربوا، واو صعيبه جدا، ما سلككم في سقر؟ كيسولوا ما لنا شنو سقر؟ لم نكن من المصلين، ويل للمصلين من فاتته صلاه العصر، صلاه العصر في جماعه كم وتر في اهله، عرفنا معنى وتر في اهلك، رجعتي ما لقيتي حتى واحد في الدار بوحدك الدور طويل، كل شيء مات، لها مام الرسول صلى الله عليه وسلم ان احرق ناس كيتخلفوا على صلاه الجماعه. كلا انها لضى، شنو هي لضى؟ نزاعة للشوى، عارف ما معنى نزاعة للشوى؟ واللحم ديالك كتحيدو، كتشويه، كتشوط وكيرجع عاوتاني، لضى لضى تنمي، لضى صعيبة جدا، والشجرة الملعونة في القرآن، زقوم، تأكل من زقوم، واو عاوتاني شجرة ملعونة في الله لعنها في القرآن. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، تطلع على الأفئدة يعني كتشوف القلب ديالك من الداخل، راه النار صعيبة جدا، راه ما ساهلاش. اقل واحد تيكون في النار، شنو هو اقل واحد في النار؟ كيلبس نعلين من النار كتغلي منه من الراس ديالو، وحنا الاقل حنا تقريبا 60 ذراع، 60 ذراع الطول ديالنا، يعني اقل عذاب هذا، اقل عذاب، وهذا ماشي ديال العذاب اللي ما كيصليش، لا ما يصليش راه كيكون مع سقر هذوك مع الثاني مع الشيطان واعوانه، لا العذاب ثابت فيهم هذوك، هذو راه الناس حنا نتكلم غير الناس في قلوبهم بعض الايمان اللي غيطلعوا ثاني اللي غيخرجوا بالشفاعه ديال الله الكبرى. سأصليه سقر، شنو هي سقر؟ وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، راه هذه هي المكان ديال اللي ما كيصليوش، صعيبة جدا، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام العبيد، صعيبة جدا، الملائكة جاياك فترة الوقف ديال الموت ما كتصليش، واو صعيبة جدا. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، بغي ترجع، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، وسموم حميم وظل من يحموم، صعيبة جدا، عشان انت تكون عندك سموم حميم ظل من يحموم، كل شيء نار فوقك نار جالس على نار مغطي بنار، ما لا يموتون ولا يحيون، صعيبة جدا. وهذا ماشي وما كندويش على العذاب اللي ما كيصليش، يا فلان هادشي راه ماشي هادو العي هادو ماشي اللي ما كيصليش، باقي ما شتيش اللي ما كيصليش، العذاب اللي ما كيصليش راه ما يعلم الا الله، راه انقطعت، راه تفرضات في السماء السابعه، راه بحال كنقول لواحد كضحك على باك تيقول لك كضحك عليه، والله فرض على الرسول صلى الله عليه وسلم في السماء السابعه، وانت تاتي تقول ما صعيبه جدا ما كديرهاش، راه هي الفروض تاع حاجه كل شيء كينزل فروض الا الصلاه، كل شيء كينزل بالاسقاط بالمرض بالحاجه الا الصلاه ما تسقط، الحج يسقط، الزكاه تسقط، الصوم كذلك يسقط بالمرض. الا الصلاة، اللي ما كيصليش يا امراة عند الحيض، يا واحد اصلا عقله ما كاينش، ولا امراة عند الحيض. صعيبة جدا، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، الملائكة جاية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. صعيبة جدا والجحيم صلوه، قال النار صعيبة، مالك خزنة النار قال انه شكل قبيح، انها 50,000 سنة باش الله يرد عليك. اخسأوا فيها فإنكم ماكثون، واسألوا العادين. شحال دوزنا في الارض؟ قالوا لبثتم في الارض عدد سنين، قالوا الا في ساعه نتعرفها من النهار. صعيبه جدا، كلما نزيدك مثلا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. واو الجلد هو هي المنطقه اللي كتحس فيها في العذاب، وكل ما زاد الحجم ديالك زاد الالم ديالك، والسين ذراع في السماء.
يعني الجلد كي تحيد الجلد كتزيد، ملي تيكون البرد كتدفع كتخرج السخونيه من الجسم باش الجسد باش الجسد ديالك يسخن، والجلد جلد البلاصه اللي كتحس بالبرد، كتحس بالصاد، كتحس فالجلد كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبوا صعيبة، الملائكة دايرة لك شادك بالسناس من العنقود ديالك، مشكلة كبيرة ساحباك ترمى في النار، باقي ما وصلناش من عذاب النار، تاتي باقي ما وصلناش اللي يصلي راه ما معروفش العذاب ديالو، مشكلة صعبة جدا، لأن مؤمن ولا يصلي طهمة كبرى، راه مع أعوان إبليس، راه الدرك أدرك أسفل السافلين. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وهذا الشيء كامل والله رحيم، يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، إلا صليتي ودرتي، لماذا يعذبك الله؟ علاش باغي تعذب؟ وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب، وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب، علاش باغي تعذب يعني؟ هذا الشيء اللي دونا فيه، إحنا ما بقيناش ما بغيناش ما دوناش لك على عذاب الصلاة أصلاً، هذا الشيء راه الحاجة الثانية، علاش ما كتصليش؟ أعطيني علة، لا ما عندكش الوقت، لا ما عنديش الوقت، العجز والكسل، أقول علاش ما كتصليش؟ باغي تدخل تعاقب في النار، باغي أمورك ما تيسرش في الحياة، باغي تبقى عندك المشاكل ديال الدنيا، باغي تبقى تشوف الدنيا ضنكة، علاش ما باغيش تصلي؟ ما باغيش ترضي الله، ما راضيش بالأمر ديال الله، هذا هو لسان الحال كما تيقول، حنا ما كنلوموكش، هنا ما تنقول ولوش راه المشكله فيك، ربما انت كبرتي على ما كتصليش، ربما باك ما كانش يصلي في الدار كيصلي في الجامع وما كيصليش في الدار، علاش ما كتصليش في البيوت؟ راه الاولاد كلكم راعين مسؤولون عن رعيتي، راه صعيبه جدا، راه حنا ما نزحزح القدم ديالنا تنتسولوا، ومن الاشياء اللي كنتسولوا عليها واش علمنا اولادنا الصلاه ولا ما علمناهاش، واحد كيصلي فرحان اولادك ما عليهمش الصلاه، طب اصحابك؟ راه حنا امه متحده، حنا ما كنلوموش شي واحد، راه كذلك كنتم فمن الله عليكم، يا الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضلكم من ضل اذا اهتديتم، ماشي حنا مؤمنين. احنا نأمر دائما بالمعروف دائما لا فلان صلي تصلي من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، صلي قبل ما تحط في نار وسقوا ماء حميما فقد طعمهم، صلي قبل ما يضحك عليك الشيطان ويديك مع طريق، والشيطان هو اللي رفض الصلاة في السماء السابعة وانت باغي تكون بحال الشيطان، صلي علاش ما كتصليش؟ عندك المخدرات وداك الشيء راه الشيطان، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء، لانه اكبر سبب انك تترك الصلاة هي كل ذوك البليات المفسدات، لان تجمعت في الآية ركز لها، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، كيضحك علينا كمل والله، فهل أنتم منتهون؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بأيمانهم تجري من تحتهم النار في جنات النعيم، فين بغي توصل تاني؟ فين بغي توصل تاني؟ بغي توصل يعني تاني بغي توصل؟ أما تخاف من الله؟ يا حسرة على ما فرطت في أمر الله، علاش ما كتصليش حتى في الجهاد وما تحيداتش؟ علاش ما كتصليش تقولي ما عنديش؟ عندك الوقت كتبقى مريح شحال ديال السوايع، تتصلى شحال في هذه الوقت يعني كتحاسب؟ راه 23 ساعة أنت كدوزها فين؟ راه يا ساعة ديال كنتي من الخاشعين يعني. الصلاة خير من النوم، الله يناديك حي على الصلاة تعالى، وملي كتمشي تعال واحد خدام كتجري صعيبة جدا، وأنت ليش باغي المال من عند الله؟ ليش باغي الرزق؟ ليش ملي كتراك مشاكل تدعي الله؟ فلان صلي وخا تكون حبوا صلي. راه في الجهاد ما تحيداش في الجهاد، صلي قبل ما تقطع لك يدك وديك الساعه تفقد يديك، صلي قبل ما يتقطع لك لسان، صلي قبل ما تفقد نعمه البصر، صلي قبل ما تفقد نعمه الكليه، سير السبيطارات راه كيبدلوا الكليه دائما، راه ما كيقدوش يغسلوا وجوههم وانت قاعد تغسل وجهك، ما كيقدوش تحنى وانت قاعد تحنى ليل ونهار، صلي قبل ما تحرم، كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. صلي يا فلان صلي قبل ما تقولهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه ما تذكر وجاكم النذير. شو ما يعني هاد المسائل اللي كدار دابا تصل وتسأل كوفيد 19 هذا اللي جا خرب الدنيا يعني مشاكل ماشي كتشوف بعينك حشومه هادشي اللي كدير يعني الصلاه ما كتصليش عيب واللي كيشوف اولادهم كيصليش راه مشكله كبيره جدا ولا الامر عادي لا الصلاه ماشي عاديه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس علاش ما كتعطيني عله علاش ما كتصليش ما عندك حتى عله علاش ما كتصلي وخا تجيب العله اللي جبتي راه ما كاينه حتى عله عندك العله هي غيرك هذيك علل غيرك انت مالك ومالهم يتسولوا على نفسهم انت ما لقاك مع الله من غير ترجمان صلي يا فلان وخا تعرفها راك عنازه صلي دير عليك صلي المهم ما تخليتش في ديك النار راه النار صعيبة جدا اليوم عند ربك بل في سنة ما تعدون عقل واحد يعاقب في النار كلبس نعلين فيهم العافية تغلغل منه دماغه صعيبة جدا حتى صبعك على النار فقط خمس دقائق وشاش كدير علاش ما كتصليش؟ علاش ما كتصليش؟ علاش كتصلي وتقطع؟ علاش كتأخر الصلاة على وقتها؟ مشكلة كبيرة جدا
راه الكتاب ديالنا كاين في اللوح المحفوظ، ولكن راه باقي الكتاب الثاني كتكتب فيه الاشياء وكتحيد اللي هو يمحو الله ما شاء عند الملائكه. راه الصفحات ديالنا كتطلع في العصر وكتطلع في المغرب، كتطلع في المغرب كتطلع في العشاء الصفحات ديالنا. راه علينا ملائكه حافظ، راه عليك ملائكين كيكتبوا حسنات السيئات، راه عليك القرين، راه عليك الشيطان. ياف علاش ما كتصليش؟ باغي تصلي، باغي تصلي في النار، تصلي في النار، تعرف وسائل حط جهبتك على شي حاجه واش حاميه واش غدير. علاش ما كتصليش؟ بعد على البليار هي قهرك. تا يوم يفر المرء من ابيه واتكت بعد من كل شيء، والخليل لا ينفع خلينا الخليلة يوم القيامة، ما ينفعك حتى واحد. راه اليوم عند ربك بألف سنة ما تعدون. راه عذاب القبر يا ويلتاه، عذاب القبر، ترى عذاب القبر صعيب جدا. هذه باقي ما وصلتيش للنار، هذه في الروح. الروح كيفاش كتخرج؟ كالسفود، عرفتيني كالسفود. عرفتي شي واحد شاد شي بروبه كي يشاد لك يدك وبركي يدير يدك ويدير تقبه تقبه، صعيبه جدا. عرفتي هذاك اللي عنده عمليه كيحيدوا لي سنان ودار بلا بنج، راه صعب منك كتطلع الروح. شي عمليه وكيقطعوا لك السنان ديالك بلا بنج، صورها. عمرك تدير شي عمليه بلا بنج؟ وجربها. كتقطع يدك بلا بنج؟ جربها. كيتقطعوا سنانك بلا بنج؟ جربها. ما صليتيش؟ صعيبه جدا. صلاة صعيبة. ترى الويلات اللي كيشوفوا في الحبس، اللي كيشوفوا هنا ملي كيدخلوا الحبس والسجون وداك الشيء، هذوك الويلات راه اقل من عرفتي شنو يصلي. اللي ما كيصليش، اللي ما كيصليش راه ما معروفش عذابه. مو عذابه مبهم، ما عمرك سمعتي هذه العذاب ديال مبهم؟ كمن اجر المؤمن مبهم، الله اللي يرزق من يشاء بغير، الله كيرزقهم بغير حساب. كذلك اللي يصلي ما ذكرش العذاب فيها، قال العلماء لانه مبهم، ما عندوش تصور العذاب. تعرف ان العذاب ديال قوم عيسى عليه السلام قالوا قال الله اني منزل عليك فمن يكفر بعد فاني اعذبه عذابا لا اعذب احدا من العالمين، قال ان الصلاه اشد من عذاب. عذاب مبهم، عارف معنى عذاب مبهم؟ يا ولتا احي، لا عذاب من عند الله، لا غضب الله، وعذاب مبهم انسى. يعني العذاب شديد جدا. واللي ما كيصليش كيتشبه بالشيطان. تعطيني عين علاش ما كتصليش؟ باغي تتقطع لك رجليك؟ باغي تولي عندك يدك مقطعه؟ باغي ما تبقاش تدوي؟ باغي تتصب شي مصيبه عاد تصلي؟ باغي تشوفهم تهزهم على الكتاف؟ شوفوا مرا كنا ندخلوا في ذاك القبر، ما القبر لمن محطوط رانا حنا. اللي ما كيصليش بحال اللي تيقول انا ماشي من امه محمد، انا ما بغيتش نصلي، ما عجبانيش تصلى نبدلها. اذا يا فلان علاش كتقول باغي الجنه؟ اذا ربما طالع انت العمار الغلط، طالع العمار الغلط. ربما كتخبي الحاجه وتعلمها بسحابه، ربما انت اصلا ما كاينش هنا، ربما انت هذه الحاجه ما مبعوثاش لك. اذا حنا ما كندويوش على هذو، كندويو على الثاني اللي باغي مساكين يصليو، وحنا ما كنلوموهمش كما تنقولوا. راه حنا ما تنلوموكش علاش ما كتصليش، لا راه حنا باغيين لك الخير يا فلان. لا تصلي تصلي راه ما عديش بلاصه شي واحد، لا تقص بلاصته، رانا تداعى الخير. صلي يا فلان. ولا وكاين بزاف الحاجات ديرها، دير لك صحاب كيصليو، دير لك المكانه، صلي واخا ما عرفتش دير توقف ودير. انت كتجي كتقعد ساعه ولا جوج سوايع كترينا في لاصال، كتبقى لك ساعه وانت واقفه في الطوبيس، ساعه وانت كتقلب الواتساب. والمشكله ماشي في الصلاه عندك، والمشكله في الشيطان داير فيك كما تنقولوا، ما بغاك كما كاينه في القرين موقفك على العمل ديال داك الشيء. المشكله انك كتبغي الحاجه اللي في الدنيا اكثر من كتبغي الله. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. راه عيب حشومه هذا الموضوع يتهضر عليه. قالوا له عيب، هادشي كان من الكبائر، كان هادشي راه ولا من الكبائر. حشومه الامر حتى يدوي عليه، حشومه تلقى من امه محمد ما كيصليوش، حشومه تيوقع. لو تقال الرسول صلى الله عليه وسلم ان الناس ما كتصليش من امتي ما كيصليوش، تفردات في السماء السابعه على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تفردات في الارض، وكانت 50 ولات خمسه وما قادش عليها، فما بالك 50؟ ولولا موسى عليه الصلاه والسلام ونصح الرسول صلى الله عليه وسلم ان يخفف علينا الله، تصور. لا مرة شديد جدا. علاش ما كتصليش؟ اعطيني شي عله. الا جبتي لي عله واحده حتى حنا نكونوا بحالك، مالاش فيها. حتى الصلاه راه فيها راحتك، راه من غير الصلاه راك دختي في الدنيا، راه ما عندك صله مع الله. الدعاء لا يقبل، انساه، ما كاين لا دعاء لا والو. ما كاينش عند العلماء، ما كاينش فيهاش من دعاء تقبل. اش من دعاء باغي دير؟ واقم الصلاه لذكري، فاعبدني واقم الصلاه لذكري. لاش ما كاين والو، ما عندك لا دعاء، لا تقبل دعائك، لا يقبل. حتى الاعمال الثانيه هباء منثوره. ملي كتدخل اذا صلح تصلح سائر الاعمال. وارجع الاقوال انها كل شيء الاعمال كتشي للصلاه ما كانت مقبوله، صعيبه جدا. وقل القول فيه الفسق، ومع مع القلب احنا ما قلناش كانه قالوا انه الرده ويقتل وكافر، ومشكله كبيره جدا. اقل ما قيل فيه فقط فاسق، ديما اقل ما قيل فيه. اعطيني شي عله علاش ما كتصليش؟ احنا بغينا نكونوا، احنا بغينا نعرفوا علاش ما كتصليش. عله واحده علاش ما كتصليش، بسيطه جدا. ربما انت في العمارة الغلط، وربما كتقول اليوم اكملت لكم دينكم، لا انت كتعرف شي حاجه ما عرفهاش الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا كتقول الصلاه ما عندك ما دير بها. ومع العلم شوف خذ البال، وبعد شي الاخرين الكافرون غير المؤمنين راه عايشين متعين في هذه الحياه. انت لا حياه لا اخره بجوج. ورا شنو هو الشبه اللي بيننا؟ بالعكس هما اخلاقهم طيبه. وشنو لا اخلاق لا صلاه لا والو. لاش لاش واقف في الدنيا داخل كما خرج شي خرجنا كما تخلقنا، ما عرفناش واش تخلقنا وعايشين. راه ماشي شحال تعيش، وكيفاش تعيش؟ ما تعيش باش تخدم ولا خدام باش تعيش؟ لا فلان
نصيحة مننا، صلي، رجعك صلاة، وخدي اللي دتي صلي، حافظ عليها، حاول، دفع نفسك، خلي لك صحبة صالحة، قول باكي نودك، موكي نودك، واللي معلمش أولاد الصلاة يتوب لله، وعرب أن كل راعي مسؤول عن رعيته، ورجعوا نصليه قبل ما تكون يدعونا إلى سجودي، ملك التكدعة وما كينش قبل ما تقول ربي، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، قيل ربي ارجعون، ارجع لله، واحذر من عذاب القبر، رتا حاجة ما كتمنعك على الصلاة، إلا أنك نفسك أنت الأخرين كلوته ولا نفسه بنفسه أنت رأى الآن مسؤول عاقل على نفسك لا تصلي وتحافظ عليها وتتوب وخي طرالك مشاكل تتوب وترجع 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 ما تكونش بحال الشيطان سجدة واحدة طرحته فين خالدين فيها فما بالك بالذي لا يصلي تأمر غير سجدة سجدة غير تكريم الآدم عليه السلام فما بالك اللي تأمر يصلي وعرضنا الأمانة على السماوات والأرض فبين أن يحملنا وحملها الإنسان قالت يا طوعا وكرا قالت أتينا طائعين الله والله لغضب غضبة ومشكلة الصلاة تنسى اللي ما كيصليش بلا ما يقلب على شي بلاصة في القبر زوينة ولا في الجنة زوينة ما كاينش هاد المسائل التي مجموع لي الصلاة أصعب شيء جدا نصيحة مننا صلي يا فلان صلي يا فلان حتى يا فلان لا صليتي إلى دعاء لك الصالحين حتى إلى دعينا دعوة المؤمنين تخشى معه في الدعوة ديال المؤمنين حتى لا دعاء لك باك حتى لا دعاء لك أخوك يدعي لك شي واحد من أصحابك شي واحد من أولادك يا فلان ولد صالح يدعو له صلي وما تبقى احنا الاولاد كيديروا داكشي اللي كدير ماشي داكشي اللي كتقول لهم كيشوفوا افعالك داكشي اللي كدير ولا كيديروه ماشي داكشي اللي كتقول لهم لا نصلي قدام اولادي ونعلمهم الصلاه اول شيء ندخل نسول عليه في الدار الصلاه الصلاه وامر اهلك بالصلاه واصطبر ونصبر عليها ونصلي ونحط جبهتي في الارض ماشي نتبع الفلوس والدنيا اي خدم ولكن فين الصلاه محشوماش ملي كتترك شي حاجه باغي تمشي عند الله لا راه ما كاين حتى حاجه كتمنعك على الصلاه ودرى كما قلنا احنا ما كنلوموا حتى شيء كذلك كنتم فمن الله عليكم ولكن يا فلان انت من امه محمد ارجع صلي واخا تعرف اللي دير ها صلي وقف توضى صلي صلي وبكي صلي صلي واخا ما تحش بها المهم صلي صلي رقات صلي صلي شوف لك شي دري صالح تصاحب معاه شوف لك شي خير ديرو راه يوم القيامه راه صعيب جدا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ودائما تذكر إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وهم آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إنسان يصلي ويرجع لله وما يبقاش يتبع الشيطان وديما يتذكر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلا أنتم منتهون ولما كيصليش راه يتشبه فقط بالشيطان ويتذكر سحرة فرعون سجدة واحدة رفعاتهم كانوا قلبوا على الجنة يتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت أمرنا بالصلاة وصلاة مملكة أيمانكم يتذكر أنها تفردت السماوات السابعة يتذكر أنها من عمل المؤمنين من صفات المؤمنين من صفات الكافرين وهي اللي كتنجيك من عذاب القبر ومن غضب الله وصلي تواصل الحق صلي يا فلان صلي راه ما عندك تعيلة حيد صلي ما عندك تعيلة انت اللي ما بغيش تصلي صافي باغي تصلي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تتوب تصلي وتصلي تستعين بالصحبة الصالحة وان شاء الله تصلي وان شاء الله نكونوا هذا فقط درس كان ماشي باش لوموا شي واحد او شيء احنا غير كنتواصلوا بالحق وان شاء الله يا اخي صلي صلي ما بقاش يعني ما احتاج بزاف عيب شوم صلي ما عندك تعيلة صافي صلي جماعة طول صلي بعدها لقاو باش ندعيو لك يا فلان صلي وخط صلي هاموم صلي صلي كيما درتي لها صلي السلام عليكم ورحمة الله